137. طيب ترتيب معين ولا خلاص واحدة واحدة؟ نبدأ بصوامع ينبع. طب تمام. سين سؤال، احنا فين؟ ايش هي صوامع القمح؟ هلا خلاص اخذنا المطلوب، تاكلها وخلصنا، تم المسح. هذا اصلي. ايش يعني مفهوم الامن الغذائي؟ الامل، والامل هو وقود العمل. لننطلق. أسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين؟ ما دورك في التحسين؟ فأسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين؟ ما دورك في التحسين؟ من أجل الآتي. سين سؤال، إحنا ليه هنا؟ عمرك فكرت العيش؟ العيش هذا اللي كل يوم بدون ما أفكر موجود دائماً على الطاولة، موجود في السوبر ماركتات، كيف هذا متوفر بشكل يومي بدون انقطاع؟ أوبا هو ده الخير. اليوم عندنا ثلاث مصادر لتأمين القمح. المصدر الأول اللي هو القمح المحلي عن طريق المزارعين، المصدر الثاني للمناقصات العالمية، المصدر الثالث وهو المستثمرين السعوديين في الخارج. رحنا الباخرة، طولها مدري كم 100 متر، فيها 6-7 مسابح للقمح. الباخرة هذه فيها 7 عنابر من دول بتشيل 66,000 طن من القمح، وهذه باخرة واحدة فقط. بنتكلم على 55 باخرة زي هذه خلال العام، بتورد أكثر من 3,300,000 طن من القمح سنوياً عبر 4 موانئ أساسية في السعودية: جدة، الدمام، ينبع وجيزان. كل ده ليه؟ لتوفير الأمن الغذائي في البلد. كانت البداية مع شركة سالك، أحد الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، واليوم إحنا محظوظين إن هذا نتيجة من الاستثمارات السعودية في الخارج، هذه الباخرة من سالك اللي هي شركة سعودية تابعة للPIF. واحدة من الأسباب إنه أنا وإنتوا آمنين غذائياً في السعودية شركة سالك. كلاكيت نمبر 3 أستاذ مبارك. رول 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 فقرة 74. الله أكبر. سالك، حلقتنا عن الأمن الغذائي، عرف لي الأمن الغذائي، دوركم في أمني أنا كإنسان عادي عايش في البلد غذائيا. القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية أو للمواد الغذائية. السعودية تقع من ضمن نطاق الدول المستوردة. ليش؟ عندنا ندرة في الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة أيضا في المياه المتجددة، بالإضافة إلى عدد سكان كبير ونمط استهلاكي عالي ومساحة كبيرة وصحراوية أغلبها. بالضبط. طيب إيش بتسوي سالك؟ سالك بيمتلك شركات في القطاع الغذائي في أكثر من 12 سلعة غذائية أساسية: الرز والذرة واللحوم والحليب إلى آخره حول العالم. عندهم استثمارات في أكثر من 7 دول: أوكرانيا، كندا، سنغافورة، البرازيل، الهند، بريطانيا. كل هذه دول مستثمرة فيها سالك في القطاع الغذائي. مساحة الأراضي الزراعية اللي مستثمرة فيها سالك 460,000 هكتار، يعني 4 أضعاف مساحة دولة سنغافورة. تخيلوا، كل هذه أراضي زراعية مستثمرة من قبل سالك. سالك وفرت للسعودية أكثر من 1,000,000 طن من القمح و 17,000 طن من اللحوم الحمراء، تستهدف إلى توفير أكثر من 100,000 وظيفة في القطاع الزراعي. قيمة استثمارات سالك كانت 4 مليار ريال، صارت 18 مليار ريال، والهدف بحلول 2030 تصير 100 مليار ريال بإذن الله. سالك stands for what? The Saudi Agricultural and Livestock Investment Company. الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. فأنت تأخذ أول حرف يطلع لك سالك. ولا وطلع أعتقد إنه مسمى جميل، إنه الأمور سالكة. الأمور سالكة. الحمد لله. كت. نموذج في الحزم. مو بس توفيره، كمان عندهم اهتمام كبير جدا في جودة القمح. طبعا في اختبارات بصرية، بالإضافة إلى سحب عينات مماثلة وإرسالها إلى المختبر. فنتكلم على كم عينة تقريبا؟ 200 عينة. 200 عينة الباخرة دي. طب ناخد عينات، لازم نتأكد علشان سلامة المواطن. لحظة، بتاخد عينة بدوننا؟ أنا الأستاذ ساهر. أهلا وسهلا، حضرتك مسؤول إدارة الجودة. يلا نساهم في الجودة. إيش أسوي كده؟ سحب.
حلو ممتاز، مهاراتي في الغرف عظيمة. أخذ عينة في الأول، بعدين قال لي غوص أنزل تحت، فلو أنا حسبته بيمزح معاي. ف الله، إيش هدف النزول؟ إنه تأخذ عينات من من العمق، العمق الاستراتيجي. لما تسحب من أكثر من عينة، من أكثر من منطقة، تكون عينة بيرفكت. طب إيش يطلعنا دحين؟ نطلع، ليش ما نطلع؟ نطلع يا ساهر، نطلع. يلا تعال. بسم الله. لا الأمور طيبة، الأمور طيبة. التجربة عظيمة، أول مرة أسبح في قمح. موضوع الاحتياط والخزن الاستراتيجي، وأنه يكون عندك خزن علشان في حال الأزمات ما يحصل انقطاع في الإمدادات. طبعاً هذا مو عرق الرطوبة، هذا عرق التوتر. مشكلة أنا لازم أطول تحت بس. بعد عملية الشفط، القمح بتم نقله عن طريق البلتس أوتوماتيكياً إلى هذه الصوامع اللي تحت. 64 صومعة بطاقة استيعابية 120,000 طن. في زي المحطة هذه 15 محطة في السعودية بخزنوا ملايين الأطنان من القمح، وهذا هو موضوع الخزن الاستراتيجي. ليش موضوع الخزن الاستراتيجي ده مهم، وموضوع صوامع القمح اللي شفناها ليه هذه مهمة في الأزمات تبان؟ فمثلاً إحنا الآن في وسط، ما أعرف دحين في رمضان وإحنا بنصور الآن، لسه ما زالت أزمة أوكرانيا وروسيا قائمة. إيش هذه تأثيرها على الإمدادات العالمية؟ روسيا وأوكرانيا تمثل أكثر من 30% من إمدادات العالم للقمح. أوكرانيا بيعتبروها سلة الغذاء الأوروبية، فلما تصير حرب في خلل في الإمدادات. طب هذا إيش أثرها علينا؟ العالم العربي أكبر مستهلك القمح عالميا، والمصدر الأساسي اللي كثير من الدول العربية بتستورد القمح منه روسيا وأوكرانيا. لو ما في خزن استراتيجي وانقطعت إمدادات القمح، في مشكلة، حنروح السوبر ماركت ما حنلاقي عيش. احنا ناخذ حوالي 200,000 طن سنويا من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ونحولها الى 7.5 مليار قطعة خبز سنويا. الخبز من أهم مكونات الأمن الغذائي في أي دولة. العيش هذه مصدر أساسي للعيش، عيش عشان تعيش، بالتالي اسمه عيش. أعرفكم على ثاني أطول فرن للمخبوزات في العالم، طوله 135 متر. تعالوا نسوي شوية رياضة. بالمناسبة أطول فرن في العالم برضو عندنا في حائل، طوله 138 متر. خط الإنتاج ده بيطلع 1,000,000 قطعة في اليوم الواحد. طبعاً الأمن الغذائي أساسي جداً للأمن القومي، أساسي جداً لأمن الدولة بشكل عام. ما في دولة فيها أمان بدون وجود أمن غذائي. لذلك قالوا من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. فالدولة واحدة من أساسيات أنها تكون حرة ومستقلة في قراراتها وفي حياتها، أنه يكون ما هي معتمدة على جهة واحدة فقط في موضوع غذائها وأمنها الغذائي. من المشاريع الجميلة في موضوع الأمن الغذائي خبز السبيل في دبي، مشروع مرة جميل. جهاز أي أحد من فئة المحتاجين أو المتعففين يقدر يجي هنا يشوف 3 أنواع خبز، يختار اللي يبغاه. فمثلاً خبز صامولي، وخلال دقيقتين طالك عيش طازة جاهز للأكل. كم صار المشروع؟ 3 أسابيع. فالثلاثة أسابيع كيف الإقبال؟ في كل تقريباً أسبوعياً 3,500 خبز. 3,000؟ نعم. أهو شفت؟ ما شاء الله، أوف علبة وحركات، ما شاء الله فلافي، أنا أحب العيش الفلافي معانا. هلا عيش. طبعاً في مؤشر اسمه مؤشر الأمن الغذائي. دائماً إحنا نقول if you cannot measure it you cannot manage it. الواحد لو ما يقدر يقيس الأمور بناء على معايير معينة ما حيقدر يدير الأمور. فكيف تدير عملية الأمن الغذائي؟ بأنك تطل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتشوف الدول فين مكانها. المؤشر مبني على 4 عناصر أساسية هي اللي تحدد الأمن الغذائي الموجود في البلد. أولاً تكلفة الأكل، التكلفة غالية ولا متوفرة للناس. ثانياً الوفرة، توفر الأكل دائماً ولا في انقطاعات. ثالثاً الجودة. رابعاً الاحتياط، عندك احتياطي؟ لأنه لو صار خلل لا سمح الله عندك احتياطي بحيث ما يحصل انقطاع. هذه 4 تحدد مؤشر الأمن الغذائي. مين توب 3 في العالم عشان الواحد يستفيد منهم؟ رقم 1 أيرلندا، 2 النمسا، 3 بريطانيا. أضرب مثال مقارنة بين السعودية مثلاً وكولومبيا، خلينا نشوف وضع الدولتين. أولاً من ناحية الأمطار، كولومبيا من أكثر البلاد أمطاراً في العالم، بيحسبوها بالإنش في السنة، هي 27 إنش في السنة.
السعودية 4 إنش في السنة، يعني شوفوا الفرق الكبير في الأمطار. الأنهار كولومبيا فيها 500 نهر، 5000 مجرى، السعودية ما في أنهار نهائي. ومع ذلك رغم هذه الوفرة الطبيعية اللي موجودة في كولومبيا، في أكثر من 7 مليون إنسان بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي. الترتيب في مؤشر الأمن الغذائي، فالسعودية ترتيبها 41، وكولومبيا المريئة بالأمطار والثروات الطبيعية 64. وبالتالي موضوع المؤشر الغذائي ما هو فقط موضوع أنه عندك موارد ولا ما عندك موارد، هو موضوع أولاً حسن إدارة هذه الموارد على قلتها، ثانياً القدرة على خلق موارد أصلاً ما هي موجودة باستخدام التكنولوجيا وباستخدام الاستثمارات العالمية اللي زي ما شفنا مثلاً سالك بسووها. شكراً على الجهود في العالم العربي. أنتوا المراعي كمان غير الخبز لكم دور أساسي في عنصر غذائي مهم. صحيح. آخر وهو حليب ومشتقاته. حليب ومشتقاته. علمونا زمان أنه أهم وجبة للأطفال بالذات وجبة الفطور، ومن الفطور الصحي الكورن فليكس، فحنفطر اليوم كورن فليكس مع الأطفال. أستاذ عبد الله، إحنا هنا فين؟ حضانة مواليد الأبقار. أول ما تنولد تؤتى بالمنطقة هذه، تعطى غذاء معين، كورن فليكس، صويا، حليب. كورن فليكس؟ كورن فليكس. بتأكل كورن فليكس الأخت حقنا اللي إحنا منه يا راجل، عشان تدي حليب في المستقبل. كورن فليكس كيلوغز ولا إيش النوع حقه؟ بلجيكي. أوف بلجيكي، بتأكل كورن فليكس بلجيكي الأخت ولا طعم؟ هذا أصلي. أسبوعيا نولد حوالي 1550 بقرة، يعني عندنا في الشهر حوالي 6000 وشوية بقرة. كم بقرة عندكم إجمالي؟ عندنا حوالي 180 ألف بقرة. 180 ألف بقرة كله داخلي؟ في 7 مزارع. ما بتستوردوا؟ لا، من 15 سنة توقف الاستيراد، أصبح الإنتاج محلي. وبدأتوا بكم؟ بدأنا 300 بقرة في عام 1977. 300 بقرة من قبيلة هولشتاين. قبيلة هولشتاين هذه بقرة هولندي مع الجنسية. هذه قبيلة أوف الدولة الجنسية هولشتاين، قبيلة معروفة هذه جدا عريقة، إنتاج الحليب عندها كثير، وزن كمان كبير. هنا عملية الحلب كله مؤتمت، هتلاحظوا البقرة هذه فيها تشيب رجلها مربوطة على السيستم، تعطيك مقياس تمونيترنج كمية الحليب اللي طلعت. فدحين هنا مثلا هذه منزل إيه الآن 9 كيلو، 10 كيلو دحين، 7 5، معلومة بيولوجية. البقرة عندها 4 حلمات، سبحان الله كل كائن حي. المكان مصمم بطريقة معينة بحيث البقر ما يحتاج واحد موجود هنا علشان يدله على الطريق، خلاص تلاقي أنه بالدور ما شاء الله ملتزمين بالدور، بقر منظم ما شاء الله، ما في واحدة تسيب واحدة وراء بعض. 75 بقرة كله بترسل وحده. كل بقرة فيها رقم هنا؟ هذا رقم جواز سفر، كل شيء موجود عن هذا، عيلتها وأهلها يعني أفتح السيستم على الرقم هذا يعطيني كل أبوها وأمها. أنا أعرف أبوها مين. أعطيك أبوها هذا في الدنيا أبوها بس مو مشكلة. 8271. يبغى نعرف مين أبوها، روح شوف أبوك ونرجع نتعرف على القبيلة. طبعا معلومات تفصيلية لكل شيء سوته في حياتها. فهذه الأخت 8271، فأبوها ميلاري روبوست مايلز، جدها الأستاذ جولدن أوكس، هذا كان جدها من أبوها، جدها من أمها الهامرا ألكساندر سنساي. زي كده عندهم 180 ألف بقرة، كل واحدة منهم في المعلومات الدقيقة دي، و everything is automated. شكرا 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 شكرا. هم بيعلكوا البان دول ولا إيش بيأكلوا؟ يا أستاذ مفيد بيأكلوا البان ولا إيش؟ لا لا، هذه عملية اشترار طبعا. اشرح لي العملية دي بشكل سريع جدا. علوم رابعة ابتدائي. مجرد ما تأخذ البقرة تأكل الأكل، دفعوا إلى أحد المعد اسمها المنفحة، وبعدين بيطلع إلى الكرش، بعد ما تملأ يصير عملية اشتراف، ترجع مرة ثانية، رجعوا للفم، تعمل له تشوي. كم معدة عندهم؟ 4 معدة. حسبت تدهم لبان. أنا خلصت عمل، خلصت عملية الحلب، دحين خلاص يتوكلوا ويروحوا على بيوتهم. هنا الأوتيل حق الأبقار، أوتيل مكيف، درجة الحرارة هنا ما تتعدى 25 درجة مئوية على طول أيام السنة، ما يعرقوا، يعني في رادات كذا للتبريد وتطرية الجو. هنا يأكلوا 4 مرات في اليوم. مرة مهم أننا نستوعب أنه موضوع الأمن الغذائي ده ما هو من المسلمات، يعني مو كل العالم في الكرة الأرضية عايشين كده. الدول اللي عندها أمن غذائي ده نعمة مرة كبيرة، تخيلوا فيه أكثر من 20,000 إنسان بيموتوا كل يوم، كل يوم بسبب انعدام الأمن الغذائي في دولهم. معدلات الوفيات عالمياً سنوياً، ثاني سبب وفاة هو ده الموضوع، يعني بعد أمراض القلب والأوعية الدموية
10 مليون إنسان سنوياً بيموتوا بسبب انعدام الأمن الغذائي، أكبر من الأعداد اللي بتموت بسبب السرطان، بسبب التدخين. كل اللي ماتوا في كوفيد أقل من اللي بيموتوا بسبب انعدام هذه النعمة. الأبقار المنتجة تنتج تقريباً 1.5 مليار لتر سنوياً، لو حطيناها في أكواب تدور على الكرة الأرضية من المحيط 40 مرة. الأكواب من الحليب ويكفي ل 77% من سكان الكرة الأرضية. فبتتكلم على حجم مهول جداً. هي نعمة أنا أسميها من النعم المعتادة اللي هي إحنا مش حاسين فيها أصلاً لأنه ما فقدناها. صحيح. عدم فقدها أدى الاعتياد عليها، والاعتياد عليها أدى إلى نسيانها. بس في وراها جهود جبارة من جهات كتير، أنتوا واحد من الجهات للتوضيح يعني، بس الأمن الغذائي منظومة كاملة، في ناس كتير وراها وفي شركات كتير. إحنا بنضرب المراعي كمثال، في نادك، في شركات أخرى كمان لها دور، وسالك، يعني في مئات أو آلاف حتى الجهات اللي لها دور. في كل يوم نصحى نلاقي أكل في الثلاجة وأكل على السفرة وأكل على الفطور. كل فطور وأنتوا بخير. إيش فطورك اليوم مع نمو رمضان؟ كورنفليكس. طبعاً في موضوع الأمن الغذائي عندك توفير الغذاء، هذا جانب، وعندك عدم الفقد والهدر، هذا جانب تاني. الفقد هو لما نفقد الأكل في سلسلة الغذاء من المزرعة إلين ما يوصل للمستهلك، والهدر لما المستهلك النهائي يهدر الأكل. خلينا نوريكم تجربة تظهر حجم المشكلة اللي عندنا في العالم العربي في ثقافة الفرد في التعامل مع الأكل. فإحنا داخلين خلف الكواليس المطبخ حق البوفيه اللي دوبكم شفتوه. بنصور على السريع. البوفيه الآن مليان، بوريكم هو على السريع، حاطين كاميرات لناس تاكل. شوف فرق سلوكيات الناس ما شاء الله، صح؟ هذول طبيعي كده، هذول جايين، هذا انسان مسح الصحن ما شاء الله، هذول كلهم شايلين صحنهم. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله عندهم الوعي كان انهم يحطوا على قدامهم. وفي ناس اللي لسه ما عنده الوعي او لسه ما كون العاده او ما هو منتبه للموضوع، دول يعني هذا عبى المكرونه ويمكن اكل كم لقمه، لقمتين بالكثير. طب انت ليه عبيت كل ده اصلا؟ طبعا موضوع البواقي الاكل اللي في الصحون ما ينفع الواحد يتبرع فيها لانه هيجينك لغلط. هنا مثلا ايش الفرق بين البوفيه والمنيو؟ المنيو ممكن الواحد يجي اكل كميه هو ما طلبها اكثر من احتياجه، وفي احيانا سايد في الصحن، تفضل في الصحن اشياء هو ما طلبها. المنيو ممكن يفهم ليه يترك اكل احيانا، اما ده البوفيه بالذات هو حط السايدز هذه، هو حط الماش بوتيتو، هو حط السبانخ، ليه اخذت 3 أرغفة 4 5 أرغفة خبز ما تلمست لقمتين من العيشه دي؟ شوف هذا حرفيا ما تلمس. طيب شفنا موضوع الأمن الغذائي وتوفير مصادر الغذاء للناس، في معادلة هي لازم يجي معاها دي، ما ينفع انه فقط توفر هذه المواد الغذائية، لازم كمان ما تهدرها. في مشكلة عالمية في هدر الأكل ومخيفة. تخيلوا وزن الأكل المهدر اللي بترمي عالميا في السنة 1.3 مليار طن، يعني 2000 ضعف وزن الهرم. كله ده أكل قاعد يترمي، قاعد ينتج ويترمي. مشكلة. متوسط العالمي لإهدار الفرد للأكل، الفرد الواحد في السنة، المتوسط العالمي بيهدر 74 كيلو من الأكل بترمي. العالم العربي متوسطه 100 كيلو للفرد، يعني إحنا قاعدين نهدر أكثر من 30-40% من المعدلات العالمية. مشكلة كبيرة في العالم ومشكلة كبيرة عندنا في العالم العربي. نشوف كميات الأكل المهدرة اليوم، بعدين حنقارن كمية الهدر. لو سوينا نظام حنحط غرامة 400 جنيه لأي أحد يسيب أكل في الصحن، وحنحطها وحيبلغ فيها الشخص، الناس أول ما تدخل على الطاولة حيعرف أنه في غرامة. تمام. ففي اللي بيأكله ما شاء الله كل الأعمار كل الجنسيات. فالتجربة اللي سويناها في البوفيه بدون غرامات 23 كيلو في ليلة واحدة من الأكل أترمى، لما تسوت الغرامة 4 كيلو أترمى، يعني تم توفير هدر أكل 82%. الفكرة من الغرامات أنه في ناس بالتوعية ممكن تتغير، ما في شك، يعني إحنا اللي قاعدين نسويه هنا برنامج يعتبر توعية، على أمل أنه الناس من نفسها تتغير وتصير تحط على قدها في الصحن. ولكن في ناس مهما وعيته ما بيتغير لأي سبب، سواء لأنها عادة متأصلة فيه أو لأنه مو مهتم. هذه الفئة من الناس ما حيخليها تتغير إلا لو في غرامات وفي قواعد وفي أنظمة يعني صارمة.
طبعا البوفيه في جانبين اللي هي الصحون، اكل تحط في صحن الناس هذا لازم حيترمي، ما ينفع الواحد يسوي في شيء. وفي جانب مره مهم باقي البوفيه نفسه، يعني احنا اليوم في بوفيه في مطعم خلص الاكل خلاص، ايش حتسوي في الاكل ده؟ هذا عاده برضو بترمي، فاطعام بتيجي هنا وحنوريكم ايش حيسوي. طبعا الان ناخذ درجه الحراره. اوه ليه؟ علشان درجه الحراره اقل من 25 ممكن انها تكون تالفه. كم درجه حراره الرز؟ درجه الحراره 37 الى 38. فبتسجلوها؟ نعم، نسجل نوع الصنف. نبغى نمسح الصحون، ابغاها فاضيه، ما هذا اكل كله. وتم المسح، السلطات، الاكل الساخن والحلى، والنتيجة 121 وجبة كانت حتترمي حتتلف. احنا بنتكلم على بوفيه واحد ووجبة واحدة، تخيلوا عدد البوفيهات حول العالم. مشاريع زي هذه لو تعممت في كل العالم ممكن تقضي على مشكلة الجوع في العالم. نتمل مع الشباب، نتمل نكمل مع الشباب. طبعا الوجبات تتعبى في سيارة مبردة، واليوم هذه الوجبات حتروح لي الأسر إطعام. الله 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 الله. هذا مركز التعبئة الرئيسي بنك الطعام السعودي. إطعام إطعام، شرح لي إطعام في جملة. ناخذ الفائض في السوق، نسوي باكيجات معينة تروح للأسر بقالب مرتب. الفائض في السوق، كل الأكل اللي بينتج آخرته يا ناكله يا يتلف، كل شيء، حليب الأطفال، البيض، الزيوت، الكورنفليكس، المخبوزات، العيش، الخضار، الفواكه، حتى الشوكولات له تاريخ انتهاء، إذا قرب الشركات حتتلفه، بدال إتلافه شركة أطعام بيجيبوه هنا بيجمعوه في أكياس وسلل غذائية ويوزعوه للأسر المحتاجة. من بداية جمعية أطعام ما بدأت أنقذوا 16 مليون وجبة بقيمة 72 مليون ريال كانت ستهدر، ذهبت إلى الأسر المحتاجة. حلول حلول حلول. في كوريا الجنوبية الحل يبدأ من البيت في موضوع هدر الأكل. فنشوف النظام حقهم في كوريا مع الأستاذة what's her name؟ يونغ يونغ. مع الأستاذة يونغ يونغ. هذه بيتهوفن or thank you for having us. Right. For this is trash only for food. Let me show the audience. So بواقي أكل. فاصوليا بازيلا. What's this? Weight. They check the weight. Yes right. بيقول لي هذه علشان يشيكوا على الوزن. ماني فاهم لسه النظام. لقيناها بتحط الأكل الفائض اللي خلاص كانت حترميه في كيس بعدين نزلت. هذا الدور الأول مشترك في العمارة. يا سلام. So okay. Only opens when she puts the cork. Yes right. ما يفتح إلا بطاقة عشان يعرف مين اللي فتح ومين اللي حط. حطت الأكل الفائض في الجهاز، قفل الجهاز. أنا طبعا ماني فاهم ولا شيء. Oh, that's the weight. Yes, right. 1.7 kilo. قلت له ايش ده؟ ايش بيسووا الاخوان في كوريا الجنوبيه؟ بيحسبوا وزن الاكل الزياده لكل بيت في الشهر، بيضربوا الوزن في مبلغ وبيفوتروا الناس. ليه بيفوتروا الفرد؟ لانه في كوريا الجنوبيه ما يعتبروها من الحريه الشخصيه انك تهدر اكل، يعني بعض الناس يعتبر ابويا انا بفلوسي انا ارمي اللي ابغى، لا، في الاف الناس لهم دور في الاكل على السفره، من المزارع اللي زرع، للمخزن اللي خزن هذه المحصولات، بعدين المصنع اللي حول المحصولات إلى أكل، الشركات اللي شحنت آلاف الكيلومترات علشان توصل لسوبر ماركت بعدين تحط على الأرفف، بعد كل ده يوصلك الأكل على السفرة أو في المطعم. فهدره يعتبر هدر لكل العمل اللي تم هذا، ما يعتبروها في كوريا الجنوبية حرية شخصية، يعتبروها هدر لموارد البلد عن طريق التركات هذه بلموا الأكل من البيوت بعدين طلعوا موية وصارة الموية من الأكل بيعالجوها تصير موية معالجة تستخدم بعدين لتنظيف للري. هذا الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني بيأخذوا الأكل بيحولوه إلى غاز، وفي استخدام ثالث بيحولوه إلى سماد. فثلاثة استخدامات للأكل الفائض اللي طالع من البيوت. خلاص مو فهمنا أنه جابوا موية وحطوا موية، ما حنشوف الموية، نمشي خلاص أخذنا المطلوب، شكرا، نمشي بقى روح يلا. كيف تغير ثقافة مجتمع بالكامل من تصرف معين إلى تصرف آخر؟ بالتوازي. أسرة لها دور، المدرسة لها دور أنه من المدرسة يتعلموا ما يهدروا الأكل، الإعلام والتوعية له دور، والقوانين والحكومة لها دور. الرباعي ده الكل شريك في التحسين بالتوازي.
أنا أقترح نسوي حملة اسمها تم المسح. تم المسح زي ما بنصور ستوريز للأكل لما نروح مطاعم، نصور ستوريز للصحن بعد ما يكون تم مسحه، إنه خلصنا الأكل، مسحنا الأكل، علشان نروج لثقافة أنه ما نهدر الأكل ونمسح الصحون ونحط النعمة هذه في بطوننا ونستفيد فيها وما نهدرها. تم المسح. عشان حيفضل اقرقر ما حسكت خلاص. شكرا.